السلام عليكم شوبير دي زاد كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي راهم معنا لي زابوني جدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناة لكشف الحقيقة. ماذا بينا تزيدوا تعاونونا، تهديدات اللي راهم علينا وكلش تعاونونا بلي كومونتير، تعاونونا بلي جيم، تعاونونا خاطش عليه رانا نقدموا لكم في معلومات قيمة، معلومات للصحافه اللي داستها كما نشوفوا احنا بعض الصحفيين بعض القنوات اللي ساندوا الفساد، هذا الفساد اللي تبان لي بلي خايفين من العبد وناسين ربي، يا عبد العبد ونساو ربي. هذه يا خدش عليها قال لك هذا اخر الزمان، هذه الله يجعل ربي يثبتنا. نطلب الليل، نطلب ربي الليل مع النهار، يا ربي الله يجعل تثبتني برك نقعد كيما هكا الحمد لله. عاد هادو ناس لا اله الا الله محمد، هادو غير ربي اللي ينجم عليهم، هادو ناس تاع رداء ربي اللي ينجم عليهم، ناس اللي معمدين بنادم اللي يخدع بلادو ربي اللي ينجم عليه، ربي اللي يسخطه. هذا مكان ما عندنا طاقه، حنا ما عندنا طاقه. هذه يا ناس هادو يتهدوا عليك باسم القانون، باسم النفوذ تاعهم، تهديدات بزاف. اي ربي اللي راه شاهد وصايد. حنا اليوم قبل لا نبداو في الحصه تاعنا نقدموا بعض، شوفوا لهنا الرداءه تاع الشامبيونات تاعنا، شوفوا لهنا الرداءه تاع الشامبيونات تاعنا وين وصلت. ونزيدوكم فانك حاجه، الناس اللي عندهم القيمه تاعهم ومعروفين، الناس اللي عندهم قيمه تاعهم وعندهم تاثير في الفريق، شوفوا الناس شنو دايرين غلام. وشوفوا الناس اللي مكروهين في اوروبا في العالم تسمى مكروهين، كي نقولوا خاطش حنا ما نشكروا يعيطوا لنا من كل مكان، قاره كامل الموند كامل الحمد لله يا ربي. شوفوا الناس من مكروهين، لو كان جاو رجاله هذو الناس اللي مكروهين كيما هاك ما يزيدوش يبانوا بيهم بالقنوات. هذا غير واحد برك كتب دربد على بالك بلي كاع القنوات مكروهين هنا بالجزائر، رجع عند الجزائريين قنوات مقدمين حصص مكروهين، خاطش عليه كذابين، خاطش عليه تعبدوا بني ادم، نسيتوا ربي، راكم تعبدوا في المال، نتوما عباد المال، عباد الشياطين، نتوما كنتوا تعبدوا في ناس ما حسيناش كاع ستايل هذه الحياه هذه. لا اله الا الله محمد، نتوما ماكمش تقول ماكم جزائريين، الشخصيه تاع الجزائري طيحتوها كاع رقدتوها كاع. حنا نعاودو ندخلو في الموضوع تاعنا، موضوع شويه لازم نتكلموه، خاصه عندنا زوج مواضيع ولا نتكلموهم، عندنا في الحصه تاعنا نتكلموا عليهم. اولا المعلومات اللي راهي عندنا، المعلومات المؤكده والرسميه، ما هو سبب تاخر في منح الاجره تاع الكراس، الناس اللي راهم يديروا في ذا التاخر كلش متفاهمين مع الكراس، متفاهمين مع الكراس باش يدوا اموال، باش الكراس يدي اموال طائله هنا في الجزائر. مسؤول في كره القدم متهم مع الكراس باش يدير له روتار في الخلصه تاعه، والكراس نتسائلوا لماذا الكراس في هذا الوقت اللي حط الشكوى تاعه في الفيفا، يعني لا صومب تجي كبيره ومازال لحد الان مازال ما خلصوش. هذا الصحافه الغبيه، هذا القنوات الاغبياء، خاصه قناه لدعم الفساد، قناه الجهويه، قناه العنصريه لدعم الجهويه، قناه لتحوس على الفتنه في الجزائر، وراهي معروفه ماشي قناه تاع انا بكري نسالهم 200 ألف وانا كنت لعب مليح وانا 100، لا ماشي ديك القناه، قناه الجهويه وقناه التحرير
تحريض على الفوضى في الجزائر. قناة اللي انا نشوف بها تحريض تاع الفوضى في الجزائر، تحريض تحوس تنوض منطقة على منطقة، تحوس تدير جهوية، تحوس تفرقة ما بين الجزائريين. هذه القناة اليهودية قناة مرتزقة، كونوا رجال قولوا الصح، قناة مرتزقة هذه هي، هذه قناة هذه اللي راهي ديننا في الجهوية. نطلب مش نطلب، ما نطلبش، ما نزيدش نطلب، نقول نطلب تدخل ونطلب صحيح، ما نهدر تنموت، نهدر تنموت صحيح، ما نزيدش نقول باللي نطلب هذه تاع نطلب هذه. الناس هي تشوف عندهم حصانكم، ما عندهمش حصانة، ما عندهمش ناس قالوا لهم ما هدروا حطموا، ما احنا رانا موراكم. يخاف باش يهدر، يخاف باش يهدر. واحد جاي قاعد لك يعاير نورمال، واحد يجي يعاير، هذا كي يجي يعاير نورمال كاينه حاجه سبحان الله. رئيس مسؤول تاع كرة قدم يروح يتدخل في بلاصة رئيس الدولة في مروك، يقول لهم احنا نعاونوا مروك، مكاش لي يهدر، مكاش لي يتكلم. هذه حاجة كارثة، هذه مكاش كاع. مسؤول تاع كرة قدم تقعد مسؤول تاع كرة قدم، انت ما عندك حتى دخل، انت تروح تهدر في بلاصة رئيس دولة تقول ما احنا نعاونوا مروك. حل الحدود، روح الحدود، حدود روح الحدود، روح دير باب في ماك بورتا يحل الحدود، خلي الناس تدخل تخرج. هاو مين نتوما راكم، كل واحد راه يهدر، كل واحد راه يهدر، مكاش لي مكاش سبحان الله، مكاش خطوط حمر، مكاش لي يلتزم الصمت، الصمت كاع الناس هي تهدر، راهي مهموجة كاع الناس هي تهدر صح، مكاش واحد راه واحد يقول لك فيف لا فرونس، راك مريض انت ولا مالك؟ ايش دير فيف لا فرونس هادي، تعيش فيف لا فرونس هادي، انت هنا بالجزائر تقول فيف لا فرونس، مكاش هادي. تزيد فينك تدور هكا، تسيب اليخاندرو الداما غواتالوبي، غواتالوبي هذاك اللي في بلاصه بدلنا له اسمه، هو مارازينا ونحول، رانا مسمينه غواتالوبي. غواتالوبي هذاك يكذب ويعطي في الوطنيه لفلان، ويعطي الوطنيه لفلان، انا خير من بولحي، انا منا. ترقب عليه في دوره مليه تيبو يتصور مع ماكرون، ترقب عليه في دوره الدور غير مليه تيبو قالع السروال. يا يعني وي بالك كيما هكا قدام قدام المينوشا تاعه، خاطش عليها في الدار المينوشا ما يهداش مع المينوشا هذو كاع، وانا نقول لكم عليهم، انا نخبركم عندهم مينوشات في الدار ما يهدروش معاهم بالكب. اي كيبان في التلفزيون كيما هكا بصح يترقب عليه تيبو قالع السروال، تلها كيما دور تيبو قالع السروال، تما لازم قالع متعسهم ولا يقلعوا السراويل، هذو غير نلهاو عليهم تيبو مقالعين السراويل. تصيب واحد متصور من هي، واحد متصور من هي، واحد متصور، وتزيد فانيك تصيب ناس يقول لك احنا فنانين، احنا ممثلين، ممثلين بكري انا نعقل كنا صغار، نعقل على سيد علي كويرات في متاع لي موت واقف، ممثلين اللي معاه زعماء رجاله، ممثلين اللي داروا دوريه نحو الشرق، اي مهابيل تاع لي تاع لي لابوينت، ممثلين كي دايرين اصاحبي. يجيب لي ممثل ينافس المرأة في الملابس الداخلية، يهدر على السي الحاج محمد راورا، وانت يا شكون انت راك منافس المرأة، انتوما راكم طايحين البقع على المرأة. بكري المرأة باش تهدر معاها تعطيها 200 300 500 الف، دروك انتوما راكم تبعوا، ما تخلوناش ندخلوا في واحد واحد الصوالح ملويين. نتوما راكم على بالكم كي نقول لك راك منافس المرأة، ماشي في اللبسة لازم تتهموني وين راه منافس المرأة هذا، راكم منافسين المرأة، راكم دايريننا على بالك بلي راكم بهدلينا، بهدلتونا صايي. أنا على جالكم راني نخمم نحبس إن شاء الله بربي، نحبس خاطش على كنا نهضرو كانوا كاينين رجال، كنا نهضرو كانوا كاينين رجال يبانوا علينا في التلفزيون، ضربوك راهم مخنا، حاشا الناس راهم يشاهدوا فينا، حاشا الشعب الجزائري، بصح كاينين اتهمونا، كاينين مخنثين هما اللي متحكمين في الاعلام، كاين مخنثين اتهمونا، اش انا نقول لكم، ام كاينين مخنثين، اقسم بالله لا مخنثين سبحان الله، جيعانين يديروا كلش، بنادم اللي ما يحشمش، بنادم اللي ما يحشمش يدير كلش في الليل، كي طيح السمش كيما طيح السمش كيما السروال تاعو مقلوع.
انا نقول لكم، انا يخبركم وراني نقول لكم بها. خلونا هذو الناس راهم القيمة تاعهم لو كان جات عندكم قيمة وحاسين باللي من الداخل انتوما رجالة، اقسموا بالله ما تبانوها بالتلفزيون، بصح الاغاني من اجل اموالكم ديروا كل شيء. هذاك فيف لا فرانس، تحية الجزائر. حنا نقولوا تحية الجزائر، فيف لا فرانس ما نقولوهاش، تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تاع واجب الوطني الجزائري. تحية الجزائر. كي نقول بلي المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، راني يعني عارف روحي شحال نهدر. والله على بالي توصل لهذا الوصلة، توما المهم جياح. هاكا نقولها لكم، مكاش الراجل فيكم، توما اللي بهدلتو الجزائر. جيتو باسم الفوتبال باش تبهدلو الجزائر، جيتو باسم تهدرو باسم الفوتبال باش تطيحو السمعة تاع المواطن الجزائري. يا ودي كلاب. وتحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تاع واجب الوطني الجزائري، اللي ماتوا شبيبة صغار. يا واحد الكلاب، تو نتوما تبانو في التلفزيون تولوا شواكرة. هذيا وفي طوعك انت مي قلت فيف لا فرونس، بصح يجي النهار وانا نحاسبك عليها. تاع اللي قلت فيف لا فرونس، يجي النهار وانا نحاسبك عليها. ما يحاسبوكش عليها الناس، انا نحاسبك عليها ان شاء الله بربي. ما نسمحولكش. والشهداء، دم الشهداء يخلص فيكم ان شاء الله، دم الشهداء يخلص فيكم. والله دم الشهداء الا خلص فيكم ان شاء الله، دم الشهداء يخلص فيكم كيما خلص في المصاروه. ناس ضربوا على حقهم. خلينا، تحيه الجزائر.